السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرة تانية يا جماعة ناخد عهودنا كده من سوق العبور ونروح نكمل فيديوهات بتاعت سوق الجملة، سوق التونسي اللي هو بتاع الخردة. نشوف حاجات جميلة جدا وحاجات تحفة. يلا بينا نشوف الفيديو، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا سلام. أنا مساء يا حبيبي، ممكن أعرف بس الحاجات اللي عندك؟ في ناس ده حاجات مواتير؟ مواتير. ده ازيك يا عم عاطف؟ منظر السلام. هبتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محل تاني، محل 111، مبنى ألف، الدور التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص هنا في أجهزة كهربائية وحاجات، هنسأل بقى الباشمهندس. ازاي حضرتك، اسمك ايه؟ لا علي صوتك معلش. علي صوت هشام صابر. انا مساء يا حبيبي، ممكن اعرف بس الحاجات اللي عندك؟ في ناس ده حاجات مواتير؟ مواتير. ده بكام ده؟ شغاله برضه عندنا مواتير شغاله بايظه. ده بقى ده شغال ولا بايظ؟ ده في شغال وفي بايظ. في شغال وفي بايظ. تمام. والشاشات دي؟ والشاشات دي برضه فيها شغاله. فيها شغاله وعندنا فيها شغاله. حدود كام بقى الشغاله دي؟ يعني الشغاله دي تعملها بتاع 250 ب 200 جنيه. 200 جنيه. ما شاء الله. طب لو انا عايزه سخان، سخان بقى شغال ولا ايه؟ سخانات الله اعلم. يعني في حدود كام مثلا لو عايزه قطع غيار اجي لك صح؟ بكام كده؟ الحته دي بكام؟ يعني تقريبا مثلا 1000 جنيه. السخان ب 1000 جنيه؟ والله اعلم. ايوه 800. لا دي ما في شغال. ماشي. والعادات الحمام دي التواليت اعزكم الله 350. والحاجات الجميله دي، والحاجات دي برضه انتيكات. كام دي الشمع ده؟ انتيكات 1000 ونص. والساعه؟ الساعه 2000 ونص. والحاجات الصغننه دي ايه؟ دي فضه ولا عادي؟ لا دي نحاس. انتيكات برضه. كام الطقم ده؟ الطقم ده عامل 500 جنيه. 500؟ أيوه. يعني يا جماعه انتوا هتلاقوا في السوق حاجات كده لقط. لقط. حاجات لقط رخيصه يعني وجميله. في ناس بتيجي تشتري ايه عشان قطع غيار؟ الحله دي بكام؟ الحله دي تعملها بتاع 300 جنيه. ما شاء الله. ما شاء الله. مفيش كلام تاني يعني؟ مفيش كلام تاني؟ مواتير ايه؟ مواتير تلاجات؟ شغال وبايظ. عن تجربة يعني بيستلمها سليمة؟ شغال 100 جنيه. تمام. الموتور ب 1000 جنيه. ماشي. موتور ب 1000 جنيه. ويعني في كلام تاني؟ في كلام. ماشي. نهاركم زي الفل، ربنا يحسن سوقكم يا رب. ماشي شكرا يا فندم. ده الدور التاني. انا بعملش الشغل ده كان بص عليه. ما شاء الله. ممكن اصور عندك؟ كده اصور. السلام عليكم. تحب تطلع؟ تحب تطلع؟ ماشي. يعني ده مستعمل؟ يوتيوب ده؟ لا لا لا. ماشي. طب ينفع اصور الحاجة؟ دي تسريحة بكام؟ ايه؟ معروضة؟ تبع أوضة؟ ودي تبع أوضة؟ يعني ما ينفعش مثلا آخد الترابيزة؟ طب الأنتري ده؟ صالون. صالون ودلام الفضية مع بعض بكام؟ إيه؟ 60. الصالون ده ما شاء الله يا جماعة تحفة. ده كده كنبتين ولا كنبة؟ ولا كنبة وأربع كراسي؟ كنبة وست كراسي ب 60000. بصوا الحاجة القيمة. بصوا المنظر ب 60000. وأوضة النوم دي اللي هي الفضة دي ب 45000. طبعا كلها قيمة زي دي. ما انا عارفه الحاجات القيمه دي بتبقى معموله. بس
ما شاء الله المحل ده يعني ابهرني اول ما وانا ماشيه في اول الطرقه. شكرا يا باشا. هو محل 122 ده، هو 89 ده كام؟ خلاص يبقى كده صح. شكرا. سؤال زي تعالى. شكرا. السلام عليكم. الأنابيب بكام؟ الأنبوبة ب 1200. فاضية؟ عنده الأنبوبة الفاضية ب 1200 جنيه. محل 120. بيبيع حاجات زي 122. بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ انا عايز المحل رقم كده ولا كده؟ هو المحل ده رقم كام يا عم؟ احنا جينا هنا بقى محل 122 عند الحاج عاطف الطيب. بصوا رقم تليفونه اهو، اهو بس حاطه المحل اهو. الرقم ده المطلوب. اهو في 11 ده حتى دي. رقم اهو. أم حاضر عندك ده عنده بقى ايه؟ السلام عليكم. اسم حضرتك ايه؟ فتحي عبد الباسط. ان شاء الله. اهلا يا حاج فتحي. دي الشماعات اللي عندكم ال سي وكيكو. جميل. جميل اشكال والوان. ال سي وكيكي وكيكو اي حاجه. بص عنده مليكانات يا جماعه وستاندات وحاجات حلوة قوي. ستاندات حديد. ده شكل تاني من الشماعات. اشكال والوان. عندك خشب؟ لا بلاستيك كله شركة ترفيه. رميتها حلوة دي بتاعت الجيام. مفيش خشب؟ في انواع تانية صغيرة. مربعة كده. هم بيورين اوضه. ايوه النوع ده. النوع ده. دول بكام الدستة؟ ده الواحد ده بخمسة جنيه. دي ب 4 جنيه وجملة ب 4 جنيه. يعني الستة ال 12. الدستة ب 4 جنيه واحدة. ماشي. ودي ستاندات؟ ودي ستاندات ستاندات. ستاندات ستانلس او الومنيا. ودي حاجه اللي هي المليكانات. ايوه بيبيهات وال ايوه ما شاء الله. ازيك يا عم عاطف؟ ازي حضرتك؟ الطقم ده 6000 ونص بقى 1000 انا وشيف. 6000 ونص. هي الكبه اللي تحت دي ايه؟ لا ده جزء مش كبه كامله. بصوا نشوف بقى الحاجات اللي ايه الخشب بتاعت اليسي وكيكو. ايوه لو عايز استنداد كل ده مستورد. كل ده مستورد خشب مستورد. هو الشركه كلها تركي. ماشي. وهي بقى بالحته ولا بالايه يعني؟ يعني عايزه حته مش عايزه. مفيش افرق كبيره؟ القواعد كلها كامله، كل حاجه جايه كامله. وعندك هتنزل التصوير ده امتى؟ ان شاء الله النهارده. هتنزل النهارده؟ مش بنزل بعد يومين؟ لا لا بنزله على طول. انا كمان هنزل. انا هبص عليها على فكره. وانا قاعده دلوقتي. هبص عليها النهارده. بس البنات ها؟ دقيقة واحدة. بس بص يا جماعة. حاجات عنده ممكن تحتاجوها تعملوا بيها أي حاجة.
هي دي عرضها كام؟ دي 30. دي 30؟ اه 10 10 10 اه 30 في كام؟ متر ونص. متر ونص؟ بصوا يا جماعه دي قواعد. البوتاجاز ده بكام؟ بوتاجاز ده عنده بوتاجاز اهو بكام البوتاجاز ده؟ والله ده رايح حمالة متباع؟ اه ربنا يسلمك. عايز انوع لحضرتك حاجه السوق كله تحت امرك انت بس. لا انا بسال بس عشان اوري الناس عن معايا على القناه. لا بيجي لنا حاجات على فكره بس ده اتباع راح لصاحبه. ما شاء الله ربنا يسعده بيه يا رب. بس الشغل الشغل اللي جايين دول اه حلوين اه ده الشغل ده كله جمالك مش مصري. تمام ده توكيل تركي اه كانت رايحه حضرتك اه ووصف نبي ما شاء الله. اللهم صل على النبي.